في جميع الدول يكون من المهم جدا تعزيز قيم القانون الدولي الإنساني. لذلك تندرج مذكرة التفاهم التي نوقعها اليوم مع جامعة دمشق ضمن هذا الإطار لتعزيز تعليم القانون الدولي الإنساني خلال ورشات عمل وندوات وتدريب لفئات كثيرة ولا سيما الطلاب، طلاب جامعة دمشق وجامعات السورية. منذ فترة بدأنا بالتعاون مع الصليب الأحمر في سوريا بإجراء اتصالات مباشرة من خلال كلية الحقوق، وبالحقيقة تم دعم كلية الحقوق ببعض المراجع العلمية وبعض الكمبيوترات ومن أجل التواصل مع آخر مستجدات القانون الدولي الإنساني. الحقيقة من خلال التواصل والمشاورات تم دعم منهاج كلية الحقوق بمادة أساسية أصبحت هي القانون الدولي الإنساني. الحقيقة تحدثت مع الأستاذة مسؤولة الصليب الأحمر في سوريا وقلت لها حبذا لو يتم تطبيق القانون الدولي الإنساني في كل العالم وأن يتم تعريف الإرهاب وتعريف. لذلك هذه المذكرة الآن تم التوقيع عليها، سيتم من خلالها إجراء ورشات عمل وندوات بالتعاون مع الصليب الأحمر من أجل أبنائنا الطلبة ليتعرفوا على القانون الدولي الإنساني بشكل أكبر، ورفد هذه المكتبة بعدد من المراجع العالمية والحديثة جداً.